هل شباب، سؤال استطلاعي لهذا اليوم، عندما تتخذ قرار ما بحياتك ما هي الخطوات اللي تتبعها ولماذا؟ إذا خلينا نشوف آراء المواطنين. والله هو يعني أكو قرارات أنواع، يعني أكو مثل قرار سهل هو يتخذ أوردي ما يحتاج لجهد، وأكو قرار صعب يعني تفكر به كم يوم يلا تأخذه، وأكو قرار يعني فترة طويلة وهم شو اسمه يعني ما تقدر تأخذه. وشغلة ثانية يعني مثلا أكو مرات يعني هو رب العالمين يتخذ لك قرار يعني يوجهك إلى مسألة مثلا كدراسة أو مثلا عمل أو سفر، يعني شلون نقول توفيق. عندما أتبع قرار بحياتي أول شيء أحدد المشكلة، بعدين أسوي قائمة وأشوف إيجابيات وسلبيات كل خطوة، وبناء على هاي الإيجابيات والسلبيات أو أتخذ الخطوة أو ما أتخذها. أول شيء يعني أفكر بالقرار، بعدين أخذ قرار أهلي، ولأن أنا يعني بعدني صغيرة ما وصلت للسن قانوني، أكيد أخذ قرار أهلي إذا وافقوا، وإن شاء الله يعني أفكر بقرار وأتخذ إجراء. إذا أنت تدرسي قبل تتخذين قرار وشوفين إيجابياته وسلبياته. أي أكيد لازم يعني أفكر أدرس القرار بعدين أشوف سلبياته وإيجابياته وأتخذ القرار. يعتمد على نوع القرار اللي تتخذه، هل هو قرار بوظيفة، هل هو قرار بمشروع، هل هو قرار بطلعة، شنو الموضوع اللي بالضبط القرار مبني على شنو. يعني أنا مبدئيا إذا بدي أتخذ قرار مثلا بمشروع أحسب دراسة جدوى المواضيع الإيجابية، الكلفة، النتيجة، الربح، الخسارة. أما إذا أريد قرار بموضوع ثاني فلكل شيء له معطياته. أكيد لازم أدرس للقرار، يعني أظل بيني وبين نفسي أشوف هذا القرار شنو نتائج السلبية شنو نتائج الإيجابية، ووراها يعني أتخذ القرار. بالنسبة للقرار اللي اتخذته يعني بيني وبين نفسي يعني الفترة الأخيرة، إنه هو اختيار الصديق الصح، خاصة الفترة اللي جاي نعيشها حاليا، يعني الكل يعني يدور حسب مصلحته، وكل حسب يعني ماكو شيء اسمه صديق في هالوقت. ف يعني اكثر قرار هو هذا، انه انا اختار الصديق الصح اللي يعني بوقت ما احتاجه، وبوقت يعني انه احس اكو فد سند الي بالحياه.